سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. مفاجأة كبيرة فجرتها جريدة جون أفريك، وهي أن رئيس البوليزاريو إبراهيم غالي تم نقله على وجه السرعة مساء الأمس الأربعاء 21 أبريل إلى مستشفى في لوغرونيو بالقرب من مدينة ساراغوسا بإسبانيا في حالة صحية حرجة. صحيفة النوتيسياريو الإسبانية التي أضافت بأن إدخاله للمستشفى كان تحت اسم مستعار وهو محمد بن بطوش بهوية جزائرية مزيفة عبارة عن جواز سفر. الهوية الجزائرية التي دخل بها غالي وهو يرقد في حالة حرجة يعني بصعوبة في التنفس والكلام على أنه يعاني من سرطان المعدة. هذا الأمر يجعل الأمور أكثر إبهاما وأكثر تعقيدا بالنسبة للجبهة وبالنسبة كذلك للجزائر. رئيس جمهورية البوليزاريو بقي بمستشفى عين النعجة لمدة أسبوع بالجزائر وهو في انتظار الضوء الأخضر لنقله خارج الجزائر. فالبداية الجزائر كانت تحاول نقله لألمانيا، لكن ألمانيا رفضت خوفا من تعميق الصدع بينها وبين المغرب. بينما بعد مفاوضات مطولة تلقت الجزائر الضوء الأخضر والضمانات الكافية من الوزير الأول الإسباني بيدرو سانشيز لينقله إلى إسبانيا وعلاجه دون إحالته للمحكمة بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة عليه ضده غيابيا. تم إدخاله لإسبانيا باسم مستعار وجنسية وجواز سفر جزائري، وتم نقله لمدينة هادئة بالشمال كساراغوسا كي لا يتم التعرف عليه وأيضا لتجنب المحاكمة وضغط الإعلام. إلا أن السبق الصحفي لجريدة جون أفريك أفشل الخطة. من جهة أخرى، الطائرة الخاصة الطبية التي تم نقل بها إبراهيم غالي إلى إسبانيا كلفت حوالي 45 ألف دولار ومصاريف علاجه اليومية تتعدى 5000 دولار، وهذه التكاليف هي من خزينة الجزائر وعوض أن تمنحها للمواطن الجزائري البسيط فإنها تقوم بهذه المصاريف لحساب الجبهة. لو كان الخبر صحيحا، صحيفة جون أفريك لها سمعة جيدة، ومن بعد ما تم تحديد مكان إبراهيم غالي في إسبانيا على الإعلام والمحاميين والحقوقيين والبرلمانيين والحكومة الإسبانية الضغط على الجانب الإسباني. من الواضح أن الخبر نفسيا سيكون صادما لجبهة البوليزاريو والجزائر التي تحاول تفادي الوضع الصحي أو تغطية الوضع الصحي لإبراهيم غالي. بالعربية تعربت، وخا الخبر يكون مجرد بروباغندا لكنه خبر مزلزل بالنسبة للجبهة وبالنسبة للجزائر. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.